كبرى في تونس. هذا حديثنا في باتاينا فال. باتاي نافال. تيزيس، donnez à vos rêves une autre dimension. تيزيس، أعطي لأحلامك آفاق جديدة. نحب نعاود نجدد التحية لمدام ريم بنزينة بورقيبة، بريزيدونت سيزون بلو. أهلا وسهلا. عايشك. سي حمدي حشاد، ناشط بيئي وإنجنيور أليوتيك. أهلا وسهلا مرة أخرى. الكوارث الإيكولوجية الكبرى في تونس هو موضوعنا في باتاينا فال اليوم. بلادنا لازمها تلعب دورها الرئيسي في حماية بيئتنا، في الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتجديدها، مواردنا الطبيعية اللي فيها برشا ضبابية الحقيقة. ما هذا ماهوش موضوعنا. المياه والأرض والغلاف الجوي والمحميات البحر الجوفية وغيرها، هذوما مسؤوليتنا الكل. مسؤولية الحكومة أولا، خاطرها جزء من خدمتهم ويخلصوا عليها من فلوس الكونتريبيوابل، ومسؤولية شعبنا زادة، خاطر يد الحكومة وحدها ما تصفقش. واليوم ضيفنا هما ناس متحملين مسؤوليتهم، كل واحد منين اختار يعاون. مدام مريم بنزينة بورقيبة اختارت تعاون عن طريق المجتمع المدني، وتحديدا من سيزون بلو. قبل ما نقدمه في الحوار متاعنا، خلينا نكتشفوا شنو هو سيزون بلو بالضبط. مدام بنزينة، سيزون بلو وقتاش نشأت سيزون بلو؟ 2018. شنو اللي صار باش قررنا باش نلانسيو سيزون بلو؟ فات فهمنا اللي عندنا مشكله كبيره، اللي المواطن ما يعرفش واش عنده في البلاد، ما يعرفش السواحل نتاعو التونسيه، ما يعرفش قداش من كيلومتر من تبرقه للجرزيس، 1300 كيلومتر ما غير ما نحسب الجزر، اللي فما مختصين مساكن مسبح الليل هما معناتها يلونس دي سينيو، يقولوا راهو الساحل ماهوش قاعد يتحمل الضغط اللي قاعد يصير عليه، اللي المواطن كي يهبط ماهوش عاتيه قدر، لوغكو الثروه نتاعنا كبيره، اللي الثروه نتاعنا لا بيوديفرسيتي نتاعنا كيف كيف مهده، اللي ليغوزيون عامله في السواحل نتاعنا. هذا الكل قلنا الى متى؟ الى متى فما حد باش يتحرك؟ الى متى ما فماش شكون باش يقول نجموا شنو الاجراءات اللي نجموا نعملوهم؟ كيفاش نجموا نعاونوا؟ كما قلت يد واحده ما تصفقش، ولذلك خممنا في جمعيه. كي خممنا في جمعيه قلنا مانيش نعملوها بالطريقه اللي فيها الدراما، اللي باش اليوم نقولوا واه فما حاجه تخوف، لا نعملوها نبداو بحاجه بلو ليجير، معناتها بحاجه اللي تفرح. لازمنا ندخلوا الفرحه باش نجموا نعلموا شنو اللي صاير. كيفاش اخترتوا باش تدخلوا ولا الفرحه؟ كيفاش قلنا فما مظاهرات تصير من جوان لسبتمبر على الساحل، على السواحل التونسيه، وهذا باش نحطوهم احنا كبروميي اوبجيكتيف. دونك قلنا اون فا ليستي هل لي فيستيفال، لي كونفيرونس اللي يصيروا، كو سوسوا كولتوريل، سيانتيفيك، اللي تحب عليهم الكل، في بلاتفورم موجوده. هكاك المواطنين ديجا اللي عايشين على السواحل، اللي هما اكثر من 8 ملايين عايشين على السواحل، و 9 ملايين نتاع السواح اللي يجيونا، يلقاو فما بلاصه يمشيوا لها، يتفرهدوا فيها، يسمعوا، ونعملوا احنا بيدنا نزيدوا ناثروا، خاطر احنا بيدنا اوني بارتي برونونت في لي كونفيرونس هذوما. دونك احنا بيدنا نوليو نعطيو وجهه نظرنا باش هما يفهموا شنو اللي عندنا وشنو اللي ما بين يدينا. ولذلك صاروا الاحتفالات هذوما من جوان لسبتمبر، قلنا مش نقفوا لهنا. داكوردو عملنا لكم في احتفالات، عملنا بالكل فيستيفال نعملوا بحذاه احتفال نتاع رقص نتاع اكواريل نتاع اكسبوزيسيون اللي موجود نعملوه. يعني انتم اونتروتر تثمنوا اي تظاهره سياحيه موجوده على السواحل التونسيه. توت افي، سيتي ان لابيل اسمه لو لابيل سيزون بلو. بعد قلنا نكونوا منتدى العالمي للبحر بالضبط. وفي هالمنتدى هذايا نعطيو الفرصه للاكسبير نتاعنا التونسي التوانسه وليزكسبير انترناسيونو باش يتقابلوا، باش تولي فما ورشات عمل، ويخرجوا بحاجات كيما دي ريكومونداسيون اللي ننفذوهم بالوقت. وذاك اللي صار. جوستومون الفوروم مونديال دو لا مير مهم جدا. اني نفكر الفوروم هذا هو لو سول رونديفو في جنوب البحر الابيض المتوسط المتخصص للقضايا البحريه. الفوروم هذا تاسس في 2018. علاش تأسس بالضبط؟ شكون أسسوا وشنو وظيفتكم أو دوركم فيه؟
كما قلت لك وظيفتنا باش نسهلوا هالتبادل العلمي، التبادل السياسي، التبادل على مجتمع المدني باش يتلاقاو. هو ملتقى منتدى ملتقى ونجم نطوروا اللي شنو الخلالات اللي نعيشوا فيها في تونس. وكي عملنا هذيا فما قرارات خرجنا بهم وقرارات تنفذوا بالوقت. معناتها في 2018 قررنا باش نكونوا لو بروميير كلوستر ماريتيم في تونس اللي ما كانش موجود وتعمل. قررنا باش نحطوا ان بوست او مينيستير باش يكون فما ريبريزونتون بوليتيك للبحر. وهذا صار اليوم عندنا شكون يشرف عليه وفخورين اللي فما شكون يشرف عليه اللي هي مدام اسماء السحيري. فحبينا زادا نعملوا معناتها ليجين نتاع لي فيل كوتيير الكل باش ينجموا يتبادلوا ويشوفوا شنو لي اكسبيريونس. احنا تونس اليوم تعيش عندها دي اكسبيريونس، اما المفيد والفايده اللي باش تجينا باش تجينا زادا باللي صاير في الشمال نتاع البحر الابيض المتوسط. الإديسيون نتاع 2020 نتاع الفوروم تبعوها أكثر من 10,000 شخص. هذا يوري اهتمام المتابعين بالقضايا اللي تم تداولها واللي تم تسليط الضوء عليها. الفوروم هذا ساهم كما كنت تحكي أنت في نشأة أو تأسيس زادة باش نزيد على كلامك لو سكرتاريا دي زافير ماريتيم كما كنت تحكي أنت لو سي ام تي لو كلوستر ماريتيم تونسي في تدشين مشروع المياه العميقة لميناء انفيذا. يعني نفهموا من هذا اللي الفوروم مونديال دو لا مير ساهم بنسبة كبيرة خلينا نقولوا في خلق ان ايكو سيستيم ماريتيم في تونس. شو أهم المخرجات الأخرين اللي تخرجوا بينهم؟ ألوغ آخر منتدى اللي عملناه نتاع 2021 خرجنا بدي ريكومونداسيون باسكو إلي بريزيدي باغ باسكال لامي واللي قال فيه لازمنا لي زير مارين بروتيجي اللي عندنا اللي هما توا أربعة لازمنا نوصلوا بهم ل 11 ومنهم لازمنا نكونوا معناتها نوصلوا 30% من المحميات هذوما اللي نحكي عليهم و10% منهم يوليوا محميات قويين. اش معناتها قويين؟ معناتها ما فماش استغلال، لازمهم يقعدوا محافظين عليهم، محافظين على الثروه اللي موجوده لا بيوديفيرسيتي نتاعهم. خاطر وفات ليكونومي بلو سي تري بيان، معناتها كنا ندافعوا على الاقتصاد الازرق وما نجمش نتكلموا اليوم كي نشوفوا المحيطات والبحر كيسكا ريبريزونت. معناتها 70% من الارض متكونه من هالمحيطات ونشوفوا اللي 70% من الارض هذيا من المحيطات. احنا في البحر الابيض المتوسط يتسمى 1% بالكل، معناتها 1% من البحر اللي هو سي غيان بارابور ا لا سوبرفيسي جلوبال. اما هال 1% عنده ثروه اكثر من الباقي الكل. علاش؟ خاطر عندنا 30% من لي زيشانج كوميرسيو متعدين من البور نتاع الكسندري لطنجة، واحنا نشوفوا فيهم متعدين قدام خشمنا وماناش نستغلوا فيهم. ماناش نستغلوا فيهم. شنو هو البورت اليوم؟ عندك بورت انت اون بروفوند باش نجم يجي ويهبطوا لي كونتينر بالصفه وبالسرعه اللي يحبوا عليها؟ ما فماش. نهبطوا في دي بوتي كونتينر. هذا معقول اليوم في القرن 21 اللي هو ولا قرن نتاع البحر؟ القرن العشرين كان بحر، كان قرن نتاع كونتيننتال، اليوم 21 سيلير دو ماريتيم. ولهذا ما بين الاشياء اللي نجموا نقولوا فيها اللي الاقتصاد الازرق سي تري بيان، لازمنا ندعموا، مي لازم يكون مستدام. لازمنا نكونوا دوك هل 30% اللي نحبوا نحطوهم نردوهم دي زون ماريتيم بروتيجي، دي زير ماريتيم بروتيجي، لازمهم زادا يكونوا باش فما ثروات اخرين لا بيوديفيرسيتي تعاود عندها الوقت باش ترجع روحها. ترونسبور ماريتيم حكيت عليه، عندنا لي كابل سومارين اللي ماناش قاعدين نستعملوا فيهم. احنا كتونس اللي عندنا دي ديستانس معناتها صغار ما بيننا احنا ومالطا، ما بيننا احنا وايطاليا، علاش ما نزيدوش نستغلوا هالكابل ماريتيم؟ سي عبد العزيز تفضل. هو ضيفنا جمع الفات يعطيك الصحة بدر مليم، مرحبا بك. ضيفنا جمع الفات هذاك اش قال لنا فما 100 بابور يتعداو وفي يعني في 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 عادتهم هو لازمهم يوقفوا تونس خاطر تونس بقعتها استراتيجيه، لكن هما ما يوقفوش. وفما حبيت نعاود نرجع ونقولها برشا مرات، فما المنظمه التعاون الاقتصادي اللي هي لو سي دي او قالت اللي من 2010 ل 2030 يتعدى المساهمه في القيمه المضافه العالميه نتاع الاقتصاد الازرق نتعداهم من 1500 مليار 3000 مليار. هذوما هذا واقع. وكي تقول لي انت هو يعني لي زوبورتونيتي اللي موجودين، احنا شنو نقصنا في تونس؟ اسكو نقصنا عباد؟ نقصنا دي مويان؟ نقصنا دي انفراستركتور؟ شنو ناقص يعني باش الفرصه كيما نقولوها تراها قدامك؟
qu'est-ce qui nous empêche? Allez, le babou, il t'aide, mais j'ai le Tunis. Alors, avec la vision, d'abord, je pense que femme a une vision politique, les aimes à t'hat. Ou femme a des. Je m'en ai dit, Roy, une vision politique. Oui, à quel niveau? Donc, maintenant, nous avons un secrétariat général, nous avons اللي باش تخرج دراسه استراتيجيه هي ديجا توا قاعدين يخدموا على دراسه استراتيجيه مي احنا قاعدين وقت ضيعناه الوقت هذايا خاطر العالم ما وقفش عندنا احنا وقفنا مي العالم ما وقفش دونك 2010 كنا عندنا اون فيزيون بور اون ايكونومي بلو بور نستغلوا احنا اليوم الاقتصاد الازرق يمثل 11% من البي بي احنا عليه قلنا 11% ميم با 1% التوريست بالضبط سي لو توريست بالينيا اكزاكتومون اكزاكتومون alors que عندنا ثروات اللي هي توسكي اوفشور لي ايوليان اوفشور اللي نجمو نستغلوهم لي كابل كيما قلنا لو بور اون بروفوند لي ستارت اب نتاعنا اللي بارك الله عليهم عندنا رانا دي ستارت اب مانيفيك اللي فريمون سي دي بيبيت وقاعدين يعملوا برشا دون تو دون تو السيكتور ماريتيم كو سو سوا افيك لي ماشين بور بوفوار لي tout ce qui est outils pour faire du mapping des fonds marins, maoujoudine, que ce soit pour réutiliser et vraiment matin lium naoudou listaralou, par exemple le chour mta al crabe ou mta les crevettes ou col, listaraloum fi des produits cosmétiques. Anna chkoun andou une start-up dans ce cas-là, ou anna barcha ochrina lium a par exemple les sociétés halieutiques et les maroufines andoum intej ou mata zidouna ahna fil. في البي بي نتاعنا هذا كله احنا مدايرين سامحوني يا سي كومسا معناتها البحر من واحنا مانيش في ذا فويس احنا دورنا ظهرنا واحنا دورنا ظهرنا قلنا له لا انت الثروه اللي باش تجيبها لي مانيش نخدم بها هذا معقول دوك انت تقول لي اليوم شكون اي نقول لك فيزيون دابور دو غوفرنونس فيزيون بوليتيك وفيزيون احنا المجتمع المدني المكونات نتاع لي زونتربريز اللي كنا فرد اتجاه علاش السيكتور بريفي يخدم والاداره بربي حتى كلمة واحدة اللي ناقصنا زادة شوية طمع شوية L'ambition, طمع لازمنا نكونوا هكا كما كنتوا تحكيوا 100 باتو يتعدى قدامنا معناها الخير موجود جوست اون سو سير معناها جوست نسربيو روحنا اي مي بور سو سيرفير لازمك تكون عندك بالضبط. اجندا بالضبط بالضبط احنا الاجندا لازمك تحضر لازمك تحضر لها بيان سور باش نجم اما عندنا سنين يظهر لي موجودين في البلاصة هذيا وعندهم سنين الباتوات هذوما يتعداو وعندنا سنين كنا نجموا نحضروا لهم علاش هذا الكل بون غياب الفيزيون توا بالبورت بورت رادس يخسرنا كل عام 1000 مليار علاش على خاطر يقعدوا البابر احنا عندنا جماعه يا خويا يقول لك ليه انا توا وقيت باش نروح ما يخدمش وقت كي لي كونتينر والبابور باش يهبط لي كونتينر فهمتي ونضيعوا ما نضيعوا برشا وقت وعلى ذاك كل شيء يتكلف كيما يجيك زاد كي يجيك طياره وتقعد برشا وقت على الترماك تخلص انت واحنا نخسروا 1000 مليار ولا واحد يحكي راه نورمال 1000 مليار وبعد نمشيو نتسلفوا كل جمعه نتسلفوا هاو من البنك مونديال هاو من الاف ام اي هاو من البنك ديرنييرمون سمعت بها بنك افريكان اكسبور نابور سلفتنا 400 مليون يورو اي شكون باش يرجعهم 700 المخرج 700 سامحني 700 خويا ربي يهديك زدت عنده مشكله اليوم عبد العزيز على شيف جوست قالنا 100 بتو متعدين من تونس و100000 باتو انا حسبه ظريفه انا بتعرفي نحب الفلوس ونحب نحسبهم دونك ال 100000 باتو كي كل واحد ناخذ منهم 50% اون ريكروت افيك ان بو دومبيسيون يدخلونا فلوس 15 مليار دينار تونسي ثلث الميزانيه دونك هذايا من بور اون بروفوند راهو عندنا 135000 كيلومتر مربع بحر راهو البحر يجيب الفلوس راهو لا تير ومعليش العباد تلفت البحر خاطر الارض ما عادش فيها ما عادش تنجم الارض توفي بالحاجيات نتاع الانسان تلفتوا العباد للبحر اش طالبين دو سوليسيون المخرجات اللي قالتهم مدام ريم يتبلوروا في حاجتين بروموفوار لو سيكتور ماريتيم باش نصوروا منه فلوس مع المحافظه على البيئه سورتو نقطه التسويق الحقيقه اليوم راهو انت راك تصنع في ماركه انت اليوم موجود في مرشي كبير عالمي فما غيرك اللي هو قاعد يخدم عنده خبره اكثر منك عنده دو سافوار اكثر منك يستعمل في تكنولوجيات اكثر منك انت باش نجم تغلبوا بك التصويره بك التصويره المزيانه بك التسويق عملي بالماركتينغ اليوم قادرين نعملوا دو ماركتينغ سنتري اليوم على الاسباس مارين التونسي سيدي عادل انا باش نحل جوست اون بارونتيز dernièrement, j'ai zort miné Tanja, Tangemet. C'est agréable.
سي با اغريابل والله ما تفرحت لهم اللي هم اخواننا اما انا وجعلت قلبي على خاطر طنجة تعمل خذوا بلاصه استراتيجيه حلوا فيها الميناء عملوا بروميير بور معناتها هو طنجي ميد 1 وبعد زادوا طنجي ميد 2 ومن غادي ولات فما توت اون بارتي لوجيستيك اش معناتها معناتها المؤسسات اللي تستعمل معناتها اللوجيستيك نورمال معناتها يجي بابور يهبط السلعه نتاعو ولات خذات دي زامبلاسمون باش tout de suite le marchandise il tخرج تمشي للسوسيتي نتاعها تت يا لامباكتاج يا لو بري اللي تعمل لو تري ومن بعد عندك دي سنترال دابيل دي ابل دي سنتر دابيل اللي كيف كيف هما يتبعوا هال لي مارشانديز اللي يجيو دونك شكون عندك عندك من اكبر الشركات حلت راديكا ديما نحس يا جماعه راهو لازمنا نقدموا شويه نحس انا نعملوا لي استراتيجي ومن المغرب يتبقوهم في البليزونس نعاود نحكيها يحطوا ستاند نتاعهم بحدنا يبداو يسرقوا في الافكار كيف كيف في الترانسبور من عند تونس لمركا مي هما ils exécutent bah ils ont une vision والدولة تشجع فوالا يا une vision لازمنا نقدموا شويه يا جماعه الكوارث الايكولوجيه هو قلب الموضوع نتاعنا اليوم قبل ما نحكيوا على اهم الكوارث الايكولوجيه اللي صارت في العشرين سنه الاخرانيه خلينا نحكيوا على الكارثه او شبه الكارثه الايكولوجيه اللي كانت توقع اسبوع التالي ترى خلينا نرجع شويه اسبوع التالي خلينا نعاود نفكروا ونحطوا الامور شويه في اطارها باخره قالوا فيها 750 طن من الغازوال قالوا اللي هي خارجة من دمياط وماشية المالطة الباخرة هذية يدفق لها ماء البحر غرقت ما غرقتش هي ما قالوا انها غرقت وقالوا انه فما ريسك كبير انه الغازوال هذاك ينتشر في 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 مياه خليج جيبس il s'est avéré que et pourtant معنا سمعنا السيده الوزيره خدينا حتى التصريح نتاعها هنا il s'est avéré que الباخره هذيك سي حشيت اولا ليه خارجه من دمياط ولا غرقت ولا فيها غازوال et pourtant اليوم الدوله تجندت بالاجهزه نتاعها الكل حكومه انت قلت لي الجيش على الميدان هو اللي خذا الامور وما شو صار بالضبط اللي صار حقيقه جزء من اللي ديما قاعد يصير معناها ما هذه مره هذه خذات صداع عالمي بالضبط ما نرجع ل 2020 ننساوش رويال ساندرا اللي غرقت قبل سواحل الجربة زادة معناها 2014 السفينة النيجيرية المتروكة قبالة أرخبيل قوريا وغيرها من السفن الأخرى اللي وقع غرقها من الشواهد في الرمال في العديد رمال بنزار في العديد من المناطق الأخرى باهي اللي صار معناها اللي نحن جزء اللي كنا مهتمين به واللي جندنا باش نحكيو عليه هو الكارثة البيئية بالأساس كنا متخوفين منها 750 طن لقدر الله يسلمهم تسرب معناها نتاع مادة الغازوال واحدة مشتقات النفط في الخليج جابس باش تكون كارثة إيكولوجية على كل المقاييس معناها واللي نعرفه معناها فما تقريبا ما بين 30 و 34 ألف بحار معناها عايشين في خليج جابس في مشروع النشاط الاقتصادي الأول نتاعهم هو الصيد البحري وتقريب ثلاثة أضعافهم ناس أخرى تعتمد على البحر بطريقة أو بأخرى في نشاطهم اليومي معناها نحن على أبواب صفعة اقتصادية أخرى تنضاف لتونس معناها به حتى التوا معناها كنا تخوفات من التسرب حتى صحيح. بعد التسرب هذاك معناها حقيقة ما عندناش المعطيات الكل تو فما رواية واحدة أنتو كيف فما غواصين هما توينسا وطلين مشيو اكتشفوا السيت وكسو سوا طلين وإلا التوينسا ما قالوش اللي فما غازوال في الماء باه التصريحات اللي طبقتها في المصادر الرسمية الكل مش باش نشكك في الرواية هذه وكي ما كناش موجودين غادي هما أدرى معناها دونك ونحييهم على مجهوداتهم سبع ايام الناس ما روحتش لدياره دونك ونحن وهو قاعدين ديجا بالنسبه للعباد اللي يتفرجوا فينا على اف ام تي في على اليوتيوب ولا على ام تي اش هاو قاعدين نشوفوا كيفاش تم تطويق المكان بار بريكوشن اللي صار معناها اللي كنا تخوفات من تسرب 750 معناها هذا اللي كان يدينا على قلوبنا معناها من اللي صار بعد حتى هيك اللي فهمنا ظروف السفينه معناها وكل مره يجي معطى جديد يخص السفينه هذه المغالطات اللي صارت وطابت صفحات رسميه وتونس تطلب معناها مساعده دوليه من مركز في مالطا مختص معناها في لا مش في الشفط مش في الشفط هو معناها في الكوارث البحريه الرامباك معناها هو معناها وظيفته الاساسيه التدخل هو منبثقه على اتفاقيه برشلونه معناها اللي في حال حدوث تلوث بحري او حاجه تمس واحده من دول الاعضاء في الاتفاقيه هذه تتحرك المركز هذا بامكانياته اللوجستيه الكل هذا توجه له بين وهو يهبط بين والسلطات التونسيه قالت لي كذا وكذا وبيانات رسميه في كل شيء وبعد يطلع فما شيء غريبه
لا لا مش مشك وما فما شيء ما فما شيء ما فما شيء مش مش كيفاش البيانات الرسميه تهبط كنت تخوف بالطريقه هذيك وفي الاخر توصل النتيجه ما فما شيء. نحن اللي اسفنا البيانات المتسرعه معناها في الظروف هذيك معناها كانوا كبش فداء معناها البيانات هذيك تهبط هذه اللي اسفنا معناها اللي معناها اللي كيفاش تحبونا نشوف قدام بينها بطل انت تشوف من الدميات معناها اللي الحكومه وقعت في التسرع تسرعت مش وقت في التسرع يعني اليوم التحرك السريع نتاعها في الفيراري التسرع يعني مش ما التحرك السريع نتاعنا نتاعها نحن الجمعه اللي فاتت قلنا لهم يعطيكم الصحه وبرافو عليكم اللي يعطيهم الصحه ما واجبهم زاده واجبهم اوكي فاهمين تصورش حاطينهم كواترو معناها بريتو معناها باش تصير ازمات في النوعيه هذه لازم يتحركوا ترى خلينا ناخذوا راي الكرونيكور والانفيتي نتاعنا مدام بنزينة شنو رايك انت ديجا انا كي سمعت لا فيريتي اللي صار وقت اللي سمعت اللي فما بابور باش يغرق وفي 750 طن بالوقت خرجت ان ابل بور سوفي جابس معناتها جابس ديجا ماهيش مسكينه او مش ناقصه هي ديجا تعيش ازمه على البيئيه كبيره اللي هي توسكي فوسفوجيبس اللي تلوح في البحر وزيد عليه معناتها اليوم كي توصل للجابس ما تنجمش تتنفس تالمون لودور اي امبورطانت معناتها نتخنقوا كي نوصلوا للجبس وزيد عليها اللي كنا عندنا اون اوازيس ماريتيم اللي اليوم معناتها اون لا ماساكري سات اوازيس لا سول اوازيس ماريتيم واحنا نتفرجوا معناتها اليوم باهي داكوردو هذه السفينه غرقت وفيها 750 طن من غازوال شكون نجموا نعملوا باش نتفرجوا لا يفالي اجي رابيدمون لازم نتوقوها فرحنا لو كي لقينا قالوا فرها اي حاجه تنحات على فرحنا وما فرحناش ومن طوم فرحنا على خاطر الحمد لله معناها الكابوس اللي قاعدين نستناو فيه ما صارش الحمد لله على بلادنا وعلى بحرنا وعلى ناسنا وعلى البحاره وغيرهم وغيرهم اما زاد شنو معناها نقطة استفهام كبيرة ياسر. لا هذا اللي معناه قلت لك كيفاش قلنا لنا حديث الغرق ما الا واجهة مزيفة للحدث ما اهم. اللي هو معناه اللي تقريب تونس في محور تهريب البترول الليبي. دولتنا دولة عبور او بطريقة او باخرى فما تقارير او معناه نشرت اليوم تقرير هبطوا مجلس الامن الدولي معناها اللي في خصوص تهريب النفط الليبي ويحكي على وقع الحادثة قبل ما تصير في تونس. وكيفاش طريقه سيره معناها يقعدوا 40 50 ميل بحري بعيد على السواحل التونسيه يمشيوا يتزودوا من ميناء زواره اللي هو الميناء هو صيد بحري ماهوش ميناء تجاري بالاساس لكن غادي تصير معناها عمليه التهريب الاساسيه معناها الغادي معناها يصير التهريب وينطلق مرورا بتونس لتحويل وجهه او معناها ما نعرفش كيف تصير بالحيثيات بالتفصيل لكن على الاقل معناها هناك اكثر من تقرير يصير التطور التونس او اطراف تونسيه عمليه التهريب هذه فما حتى اسامي كبيره محسوبه على حقبه سابقه شويه معناها اللي عندها اسس شركات وهميه للقيام بعمليه التسهيل معناها عمليه التهريب وحتى تسجيل بترول تونسي شنو ما قال ليكيباج ليكيباج متكون من سبعه من الناس على ثم التحقيق معناها اللي موقوفين ومحجرين من السفر شنو الجنسيه سي دي كونغولي اذريين وجورجيين واتراك دونك على فكره أربعة تراك وجورجي وزوز أذرين دونك أذربيجان اليوم على ذمة التحقيق في على ذمة التحقيق اللي مع اللي شفنا الصور اللي بثتها البحرية التونسية البارح في وزارة الدفاع معناها اللي الأجهزة مكسرة معناها حادث الإغراق متعمد فما العديد من راهو المعلومات اللي كانوا صرحوا بهم وزارة البيئة وغيرها راهم كلهم ماخذينهم من عند الإكيباج هذاك علاش كنت فما نوعا ما من الثقة وهما قاعدين يصرحوا بالمعلومات هذيك على خاطر هما خذوا الإكيباج راهو مهم جدا أن نقولوا راهو عملوا هما نداء وكلموا السلطات التونسية باش أنهم يجيو ينقذوهم راهم هما الباخرة قاعدة تغرق يجيو منعونا فما معطيات لازم نسوقوها سيدي لازم الناس تعرفها السفينه نفسها عندها سوابق في تونس السفينه نفسها وقع ايقاف من قبل السلطات الاوكرانيه وقت كانت اسم مالو مش اكزيلو معناها كما كانت ميلو بليتو سامحوني وقع كانت معناها تعمل في الترافيك وتهريب البضائع والنفط هي معناها تعمل رافيتايمون تاع البيوكربيرون تاع الديموخ البيوكربيرون تاع الكربيرون معناها وقع ايقافها وكانت محل جدل ما بين روسيا واوكرانيا وبعدها تبيعت الشركه اخرى معناها دونك اما راهي هي بيدا متورطه في اكثر مشكل دولي السفينه هذه معناها هذه معناها مفايشه بلغتنا نحن نقولوا عندها سوابق في اكثر من دوله الاربعه وسبعة واربعين دقيقه نمشيو فاصل قصير ونرجعوا نحكيو في الكوارث نحكيو في الكوارث الجديده مانيش باش نطولوا ياسر على خاطر عندنا مواضيع اخرى لازمنا نتطرقوا لهم مازلنا مواصلين معاكم حتى للسته متاع العشيه اتوتاليغ سي
صباح كل حد طيلة شهر رمضان موعدكم من 7 ل8 مع ألفة لكشو في دار لحد عشاق الكراهب والميكانيك يجيكم وائل باجي